السيد جلالي متطوع من نوع خاص حمل على عاتقه مهمة تنظيف الحدائق العامة لإسعاد العائلات المقبلين عليها. نتعرف على قصته في هذا البورتريه لرحمة حمد. قلت يا ربي وليت نجي هنا 4 تاع الصباح نبدا نخدم، عندي خدمة تاع النيتواياج هذيك كما صورتو، ومن بعد نبدا نخدم نغرس الاشجار هنايا نقي في الوسمو، ومن بعد معلاش هي عندي هنا نبالي هنا في البسان هنايا ونعس البسان الدراري يطيحوا لي منها ولا هذه هي الخدمه تاعي انا. ونهار اللي كملتها خدمت درت يعني مناصب شغل هكا صغيره للشباب اللي هنايا. بلاصه كيما هذه فور بلاصه شابه، كانت حاشا كانت هنايا زبل، كان صاحبنا هذا الجلالي هذا متطوع غضوا المكان، جا طوع في سبيل الله، لا عنده لا شهريه لا مدخول. النهار اللي كملتها يعني نقيتها بداو لي فامي يجوا بالواحد بالواحد، ومع الازمه الصحيه هذه مع البحر يعني ممنوع الامن ما يخليش الناس تعوم في البحر، الناس هم يجوا هنا لي فامي وندير مصلى هنا للناس يصلوا، والماء هنايا ماء عذب اللي يحب يشرب يحب يدوش، ورانا نخدموا متكلين على ربي سبحانه، هذه هي، والناس راهي تجي لينا عندنا هنا، ورانا فرحانين كاع الناس بهذه العمليه اللي قمت بها على كل حال. وراهي نقيه الحمد لله كما راكم تشوفوا، ما كاش الوسخ بزاف. ماذا بينا لي فامي الا جا ولا ما يديروش الوسخ، يخلوا البلاصه نقيه كما راهي. انا جيت داخل البلديه خطره باش نجيب واحد الامور تاع الوثائق، قريت في الاعلان اللي يحب يدير جمعيه ولا يحب يدير جماعه باش للتنظيف وكاع، جاتني الفكره هذه وجيت تكلت على ربي على كل حال، وراني خدام هنايا وفرحت الناس وانا استفدت وفدت المجتمع على كل حال. تم هذا الموجز للقاء.